أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الغاز الطبيعي يعد مصدر الطاقة الأولي الأمثل لتلبية جانب كبير من الطلب المحلي على الطاقة، حيث تزايد الاعتماد على استخدام الغاز في كافة القطاعات الحيوية في مصر وفي مقدماتها الكهرباء والصناعة والنقل والبتروكيماويات وكذلك القطاع المنزلية. جاء ذلك خلال حضور الوزير لفعالية مؤتمر الإعلان عن تفاصيل المشروع المشترك الذي يموله الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي للمساهمة في توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل بالمناطق الأكثر احتياجا. وأوضح الملا أنه تم خلال السنوات الأربع الأخيرة توصيل الغاز الطبيعي إلى 2,700,000 وحدة سكنية. وفي تصريحات خاصة لأون لايف قال الملا أن الاتحاد الأوروبي قدم منحة بقيمة 68 مليون يورو لصالح مشروعات عدة من بينها توصيل الغاز الطبيعي لأصحاب المنازل غير القادرين. الاتحاد الأوروبي والهيئات التابعة له، الهيئات والوكالات المانحة في الاتحاد الأوروبي وعلى سبيل المثال الوكالة الفرنسية للتنمية IFD، وهي المنوط بها في هذا المجال موضوع المنحة بتاعة الليلادي. وهنا كانوا الحقيقة قدموا لنا منحة في حدود 68 مليون يورو، و 68 مليون يورو متقسمين لعدة أجزاء، جزء منهم خاص بالتدريب والتنمية التنمية القدرات، وجزء آخر خاص بمنحة تقدم لتوصيل الغاز لغير القادرين لتوصيل الغاز بحيث ان هم يبقى فيها مساعدة، وجزء آخر لتطوير جهاز المستقل لتنظيم سوق الغاز. وأضاف الملا أن الوزارة تستهدف زيادة عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها لنحو 9 ملايين وحدة بنهاية العام الجاري. موصلين حوالي 8.6 مليون وحدة سكنية لغاية النهاردة كمشروع قومي من يوم ما بدأنا سنة 80، والحقيقة أن احنا عندنا خطة بأن احنا نستكمل بنهاية هذا العام إن شاء الله هنتجاوز 9.2 مليون وحدة سكنية بنهاية عام 2018 إن شاء الله، وهنستمر بعد ذلك في حدود السنتين الجايين دول هنضيف حوالي كمان 2 مليون وحدة، ومن بعد كده هنمشي بقى بالمعدلات اللي هنمشي بالتوازي مع ما يتم توصيله من وحدات صرف صحي، لأن احنا بنشتغل بعد ما الصرف الصحي يوصل للمناطق السكنية. من هنا انا عايز اقول انه ده مشروع طموح، وبالتالي احنا بنسعى وبنشتغل سواء على المستوى المحلي في توفير الموارد او توفير الامكانيات، سواء الموارد المالية او الموارد البشرية او الفنية علشان ننفذ هذا المشروع. وقد كشف وزير البترول أن الاستثمارات المستهدف ضخها من قبل الشركاء الأجانب في قطاع البترول تقدر ب10 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل. احنا الحقيقة يعني بنستهدف ان شاء الله العام المالي 18-19 ان شاء الله في حدود 10 مليار دولار استثمارات في مجال البحث والانتاج والبترول، يعني بحث والانتاج، البحث والاستكشاف والانتاج، وإن شاء الله هنبقى ماشيين بهذه المعدلات بمتوسط في حدود 10 مليار دولار سنويا بإذن الله، ونستمر وهتبقى في زيادة بعد كده إن شاء الله. إلى ذلك أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أن دور الوزارة في مشروع توصيل الغاز الطبيعي هو تحديد الأسر الأكثر احتياجا. ده مشروع من المشروعات المهمة جدا اللي فيها تمويل من الاتحاد الأوروبي ومن المعونة الفرنسية ومن البنك الدولي لوزارة البترول وشركة إيجاز وهيئة البترول. احنا دورنا في وزارة التضامن كشركاء في هذا المشروع بيتلخص في مساعدة وزارة البترول في الوصول للطبقات والأسر الأكثر احتياجا في المناطق الأكثر احتياجا علشان يتم دعم وتوصيلة الغاز الطبيعي للمنازل. صاحب المنزل بيتحمل التلت، والدعم بيقدم له دعم نقدي في صورة تلتين تكلفة وصلة الغاز. احنا دورنا البحث الاجتماعي والتأكد انه هذه الأسر وهذه المناطق هي فعلا مناطق محتاجة لهذا التدخل من خلال بحث اجتماعي ومن خلال معايير واستهداف من خلال خرائط الفقر.